أوضح الزعيم المشارك لحزب الشعوب الديمقراطية صلاح الدين ديمرتاش بأن حزبه مستعد لدعم حكومة ائتلافية بين حزبي العدالة والتنمية والشعب الجمهوري في حال توافق الحزبان على مبادئ أساسية تتماشى مع تطلعات الشعوب الديمقراطية. وأضاف ديمرتاش أن حزبي العدالة والتنمية والشعب الجمهوري هما الحزبان اللذان سيقومان بأولى المباحثات لتشكيل حكومة ائتلافية، متعهدا ببذل حزبه ما بوسعه كي لا تبقى تركيا بدون حكومة.